وتغرر شوي يقول لك انا اقوى منها. حتى لعب بستيل معين، تلعب بستيل هذاك يعني انت فافوري. اول حاجه حليت اللعب، عملت لرسلمو، حبيت تستحوذ على الكره من الاول فيسع، ما شفتش الادفيرسير شنو الكاليتي نتاعو، وقبلت في تقبل بونتو في دو مينوت شانجمون منا دو كونتران على الليني نتاع الواحد وسنتراج وطلع وماركه يعني وصلك معناتها وصلك بسهوله في دو مينوت معناتها وصلك وكيفاش يقولوها معناتها مش هكا اللي حط كوره وكذا عمل لك ديزيكيليبر نتاعك في الديفونس وطلع لك دو كونتران مع سامح الدربالي وعمل لك السنتراج وتمرك البونتو يعني انت دخلت ديريكتومون دخلت حال اللعب ودخلت تحب تلعب الفوق ودخلت على رسالمون كنت نجم تستنى شويه تشوف ليكيب ادفيرس تحط البلوك نتاعك وتستنى لين يغلط هو قالوها راه قالوا احنا استنينا اللي بشغلت الاسبيرونس هما لعبوا كيما قلت لك اللعب على حسب الامكانيات نتاعو بلوك با يعرف الاسبيرونس قويه عمل البلوك با نتاعو سكر اللعب في الوسط قاعد يلعب على على الغلطه نتاع الديفونس نتاعنا على الميليو ولا على الاخطاء الانديفيديوال نتاعنا غلط معين البارح تحمل مسؤوليه في الهزيمه ما قراش اللعبه بالكدا مشى احنا راه بيناتنا حتى الجمهور نتاعنا يتحمل مسؤوليته كيفاه احنا ميور كيب في تونس لكن ماناش ميور كيب في الافريق لازم نقبل مرتين بطل افريقيا تعرفش باقي ثم جمعيات كبار في الافريق ماكش باش تابليك عليها السيستم تاعك اللي تلعب به في تونس باش دخل جمهور قلت لي جمهور الجمهور خاطر غلط شويه معناتها تغرى شويه زاد بالكيب وطالب طالب السوبر كوب بالسيف جايب وما يعرفش اللي سوبر كوب ما تتلعب وما تتربح كان ما تتهز معناتها كان بعد 90 دقيقه احنا ماشيين فافوري هما ماشيين حاطين ساقيهم في القاع عارفين شو يعملوا مثل ما الضغط على الملاعبيه احنا ماشيين فافوري ضغط كبير على الملاعبيه ضغط كبير على المدرب حتى في الرجعه نتاع اللعبه جوريت ما نجمش ترجع مونتالمو ماهيش حاضر علاش ما نجمش ترجع على خاطر حست اللي الحمل الكبير عليها برشا كان باش يخسروا التيتر هذايا دوزيام تيتر حتى المدرب تحسه معناتها 90 دقيقه والله انا معين خزرت في وجه برشا مرات ماهوش اليس كيما الانترونير الاخر معناتها تحسه كريسبي شويه والضغط عليه كبير كبير ضغط ثم ضغط كبير انت حكيت على الجمهور في صفحات التواصل الاجتماعي شفتو في فيسبوك تبعت شويه باجات يحملوا معين برشا المسؤوليه فما حتى شكون وصل لطلبه حتى بالتغيير شوف معاهم سامي في راي هذا والا ما لازمش نمسحوا كل شيء اللي عمل معين ما عملوا حتى مدرب قبله هاز دو تشامبيونز ليغ ولا بعضهم ما لازمش توقف على مقابله شنو رايك انت؟ انا ما نمشي نمشي هاز دو تشامبيونز ليغ لكن ستيل دو جو نتاع معين انا يعجبني معناتها وذاك ستيل مودرن وذاك ستيل حاجتنا به ستيل لكن ستيل هذايا راهو اللي اللوم عليه هنا انه الترجي مش موسع الاستشاره نتاعو الترجي معناتها معين قاعد يخدم وحده هو ومجدي تراوري مع شكون المستشارين نتصور انا المستشارين شكون لهم القراب ما عنديش فكره شكون المستشارين لكن الترجي لو كان جاي موسع ستيل دو جو هذايا نقرا عليه عندي 10 سنين ولا 12 سنه هذايا وسميته انا ستيل نتاع لو 6 سكوند اللي يلزمكش تخسر الكره ويزمك تفك اقل من 6 سكوند كل كره تخسرها على خاطرك انت تخسرها وما ترجعهاش فيسع راهي باش تولي لك اتاك دونجورو معناتها اتاك قويه علاش؟ على خاطر انت اون ديزيكيليبر وانت باش تدور الكره وانت في التيران ماكش واقف صحيح وباش تطلع لي رير دروا وباش تطلع كذا وباش تبدا تخدم باش تعمل سير نومبر هذا هو اللي نقول وانا ستيل هذايا باهي عاوننا برشا في تونس معناتها في تونس نجمنا نسيطر عليه افريقيا كنا نجمو نصلحوا حاجات فيه بستيل هذايا ما نتهوروش فيه حتى راح نتصور تهور البارح ما نتهوروش فيه باش نجمو نمشيو لبعيد مع دي كلوب عندهم كما قلت لك عندهم البلوك با عندهم الديفونس باهية ويسورتو عندهم التكنيك مع جمعيات عندهم التكنيك تلقى روحك اون ديزيكيليبر بصوره راهو يسولك البارحه خمسة ولا ستة فرص. باهي سامي قبل في تصريح من هنا مع انا قلت معين لازم معاقد طويل المدى مع ترجي ما زلت شادد في الكلام تاعك ولا؟ لا شدت الكلام تاعي لانه الجو هذاك مش يلعب لك حتى اونترونير بالجو هذاك في تونس الناس الكل باش تخاف اللي باش تجيبه راه باش تطلب منه ريزلتا باش يسكر لك اللعب وباش يلعب لك على البلوك وباش يلعب لك على كذا وما يوريكش ما يفرجكش. ويحب يعمل لك الريزلتا لكن انا اللوم معين انا قلت لك اللوم في حاجه ثم دي ماتش هذوما اللي ماتش هذوما تاع تيتر ماتش واحد تاع تيتر ما يلزمكش تفرج. معناها مع انه التصليح معناها مع التصليح ومع انه معين يقعد مع انه الكره اللي يعمل فيها معين قلت لك باهيه مع انه يتعلم مع انه يسال مع انه الكره راهي ماهيش علم نجم هذاك عنده معلومه هذاك عنده معلومه كما قلت لك تم اخطاء بدائيه صارت نجموا نتفاداها.